هيكون عبارة عن فلوج بسيط كده، هتعيش معايا الأجواء بتاعت رمضان. دلوقتي انا هولع بخور بقى واقعد بره شويه اقرا قران. صليت العصر خلاص، فهقرا بقى قران واقعد بره وهولع بخور وشمعه مثلا ولا حاجه، يعني اجواء كده لطيفه شويه. هقرأ بقى شوية قرآن، تمام. بعد كده بقعد ألعب على الموبايل شوية، أنا حطاه هنا جنبي. وطبعا زي ما انتوا شايفين أنا ولعت البخور، بس هو قرب يطفي. بخرت كل المكان اللي أنا قاعدة فيه. في عندي أوضة عايزة تتروق دلوقتي، فهقوم أروقها وهوريكوا الحاجات اللي أنا جبتها. الجميل 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 بتاعي اللي نايم دلوقتي. باني بتكره حاجة اسمها كاميرا اصلا، صحيح يا لولو؟ لولو يا كوكو يا كوكو، انت بتعملي ايه النهاردة؟ ناوي تعملي ايه النهاردة؟ بصوا بقى، بصوا. طيب بصوا، لو فتحت لها دلوقتي ده هتعمل ايه؟ هتدخل تاكل الزرع. بصوا هتطلع، والله طلعت مؤدبه وقاعده. بصوا ماتت ماتت. دخلتي يعني؟ ها بنات، قولوا لي انتم متابعين مسلسلات ايه تحت. انا متابعه كل المسلسلات بين الكوميديه، اتنين في الصندوق بس، يعني مش قوي، يعني مش بتفرج عليه قوي قوي يعني، بس اللي بتفرج عليه قوي رجاله البيت، بحبه بيضحكني. وكمان حب فرصه تانية، دي مش كوميدي، هو حلو، بتاع ياسمين صبري. فرصه تانية برضو متابعيه. رامز جلال، طبعا رامز جلال هو مش مسلسل، هو برنامج بس بنتفرج عليه اصلا واحنا بناكل يعني في الفطار، بتاع ياسمين عبد العزيز اللي هو على ما اعتقد اسمه حب تاني، يعني على ما اعتقد، انا مش فاكره قوي هو اسمه ايه، حب تاني على ما اعتقد يعني. بس هو ده عموما برضو بحبه جدا، قصته حلوه. بس انا يعني حاسه ان رمضان ده مش متابعه مسلسلات قوي يعني. الستاند اللي هنا اتكسر، تمام، فانا مرتباه كده، شلت دي وخليتها بس اللي هي مدورة وبقت ستاند مناكير. بس انا مش حابه منظرها خالص هنا، فانا هاخدها واحطها تحت في اي درج من الدرج دي وهوريكو اعمل ايه دلوقتي. واللي فوق ده مش عارفه بقى انا هسيبه كده ولا لولو لولو. فانا بحب المسلسل ده اللي هو رجاله البيت، هفتحه دلوقتي واتفرج بقى عليه وانا بروق وكده، بحيث ان انا اسمع اي صوت جنبي. وبعدين كده كده اصلا لما بسمع المسلسل بحس ان انا ببقى عارفه احداثه من غير ما اشوفه. اخيرا خلصت الاوضه كلها. بص بقى، دي المفارش الجديده اللي انا عملتها، ايه رايكم؟ بصوا عامله ازاي، لونها اللي هو الكافيه ده على الابيض، والوش التاني لونه ابيض ابيض ساده، فده اللي عجبني يعني. واصلا انا اللي قايله لها، انا اللي قايله لها ان هي تعمله ابيض ساده، تمام، يعني الكفر وشين زي، انا بحب الصراحه الكفر ابو وشين بالذات، لاني انا دلوقتي مش عايزه اعمل الوش ده، فعامل الوش التاني براحتي يعني. حبيت اخلي، احاول اخلي كل حاجه ابيض. انا طالبه فرق، لا
لما يجي هبوريه لكم. مؤقت حطيت الفرو ده، هي مش فروه قوي بس فرو كانه مفرغ كده، مش اللي هو كانه طبيعي، عامل زي اللمعه كده. المهم ده اللي حطيته، كان هنا في مانيكير وكده شلته حطيته في الدرك، هوريه لكم دلوقتي. حطيت هنا اللي هو اللي انا كنت حاطاه تحت على التسريحه من تحت، ودول ما غيرتهمش عشان يبقى سهل ان انا اوصل لهم بصراحه. وفي فانوس هنا، ودي فوانيس، ودي هنا كريمات كده معطره للجسم، والبرفيوم اللي انا بعشقه طبعا، وفانوس، وهوريكم الفانوس التاني عملت فيه ايه. حطيت كل هنا المانيكير، يعني اسهل التسريحه اهي. التسريحه حطيتها ان هي كده تبقى هاديه، هنا المناديل، هنا القطن بتاع الميك اب، وطبعا الفرش، وهنا برواز صغير كده، ودي زرعه، ودي مرايه، وده الباسكت بتاع المناديل. تمام، حبيت احط الترابيزه بتاعت اللابتوب، ودي خلفيه ان انا بصور عليها. الساعه 12:30، هبدا دلوقتي بقى اتسحر واعمل سحور وكده، وبس هبقى ارجع لكم تاني بقى. دلوقتي بقى هقعد اشرب نسكافيه، انا عملته اهو، وهقعد اعمل مونتاج دلوقتي. الساعه 2، هقعد اشرب نسكافيه عملته اهو، وهقعد اعمل مونتاج للفيديو ده عشان انزله. وطبعا يعني مش هنام لغير لما اخلص المونتاج ده. بس طبعا انا ما بحبش اقعد في الانوار الكتير دي، انا بفتح شويه انوار كده بسيطه على شمع بسيط، وبعدين عشان يعني ما بحبش الانوار الكتير قوي، بحس ان انا عيني بتوجعني كده. بصوا هنا انا عامله ايه، عامله فرع نور، هو مش باين دلوقتي بس فرع نور كده بالشكل ده كله، حطاه لحد فوق بينور لون موف فاتح، بينور كده بالشكل ده، طبعا بيبقى باين اكتر يعني في الضلمه وكده.